أنا شاهدت وجوه الظالمين، كيف يذم هذا الحبيب الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه واختاره الله عز وجل لنبيه حتى في آخر لحظات هذه الدنيا، كيف تذم أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، والله اختار لها هذه المكرمات وهذه المواقف الطيبة الكريمة التي ما لحقها فيها غيرها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: أين أنا أين أنا، حتى استأذن أزواجه أن يمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، يمرض في بيتها ويدفن في حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي برت وتبعلت وقامت بالحق فوفت وأكرمت، وهي التي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم على جسدها ودفن في حجرتها، فلا إله إلا الله، كيف مرت عليها الأيام بعد موته وقبره أمامها في حجرتها وفي بيتها، أمثلها يذم؟ شاهت وجوه الظالمين. فاللهم نسألك بعزتك وجلالك أن تخرس لسانا مس عرضها، اللهم أخرس واجعله عبرة لخلقك هذه المطهرة المبرأة. فانظر إلى اختيار الله للمكارم ولأهل المكارم كيف تفضل الله عليها وعاشت هذه الساعات واللحظات الطيبات المباركات التي بها ترفع ولا توضع، وتكرم ولا تهان، وتعز ولا تذل، وتحترق قلوب المؤمنين والبررة الصادقين على أم المؤمنين إذا مس عرضها أو مست كرامتها رضي الله عنها وأرضاها. فكل عاقل يدرك أن هذه المواقف الكريمة يختار الله لها الكرام، وكل مؤمن بر زكي نقي تقي سوي رضي يعلم أنه لا يختار مثل هذه المنازل ومثل هذه المواقف الكريمة إلا من أحبه الله. فمن انطمست بصيرته، نسأل الله السلامة والعافية، وظل سبيله وفارق سبيل المؤمنين، فلا على مثله يشتكى ولا على مثله يعول. فهذه هي المكارم وهذه هي المآثر التي حازها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، حازها أبا وحازها والدا وحازها رضي الله عنه وأرضاه صاحبا ومرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رضي الله عنها وأرضاها: وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب. وأنا مسندته إلى صدري، أي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب نسائه إليه قال عائشة، قال: من الرجال، قال: أبوها. فحاز الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصديق هذا الفضل العظيم، فأسندت وأنا مسندته، فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تحسن التبعل لزوجها فتكرمه وتقوم على شأنه وترعاه، فإذا مرض قامت على شأنه بالمعروف، وهكذا إذا احتاج إلى رعاية. ففي الصحيح عن النبي عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يبعث، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء، فدل على خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. وهكذا فعلت أمهات المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة والسلام.